ليه العيال مش عيال؟ لا يعني في الاخر باعتباري راجل ديسكاوي قديم كويس، بشتغل في الديسك في الجرايد، والديسك واحد من اهم المتوقع عناوين يعني كده. فاخترت عنوان يبقى لطيف وسهل الحاجات وفي تناسب من العناوين، من اكثر العناوين الناجحه انها تعمل تناسب مع حاجه معروفه، يعني زي انه مع اغنيه قديمه، مع فيلم قديم، مع اسم كتاب معروف، مع فيلم، مع مسلسل، فعندنا بيان علمي يعني. ده مفيش حاجه. طيب احنا لو رجعنا لقصه البدايه في الاهلي والقريش، مثلا قصه اسماعيل وابراهيم هي نفسها وردت كتير في الكلام وفي الاحاديث، وهل كان الذبيح اسماعيل وأما ما يكون الذبيح اسماعيل؟ كل الاحياء المناطق الحاره والمناطق الجليديه والمناطق كذا وكذا وكذا، كل الموجودين في جدول الاسماعيل بتاع الاحياء كل واحد كسب واحد، وكمية الأكل اللي هياكلوها في طول فترة الطوفان، هل في سفينة تتحمل كل هذا الكلام؟ طيب هل ده معناه إن ده ما حصلش؟ لا، معناه إن ما حصلش، بس معناه إنه لما تيجي تتكلم عن الموضوع من الناحية التاريخية ما ينفعش دي تبقى مصدر تاريخي. ليالي قريش هو مشروع لإعادة كتابة التاريخ الإسلامي باللغة العامية المصرية، وبطريقه يفهمها كل الناس، وبطريقه توصل يعني توسع دائره المهتمين والمشاركين. المشروع بينشر يوميا على موقع مبتدا، وبعدين كل فتره زمنيه تاريخيا يعني بينزل في جزء من اجزاء الكتاب تحت عنوان الفتره الزمنيه، فصدر الجزء الاول بعنوان قبل ليالي قريش قبل من آل حميد، يعني الفكرة انه يعني صياغة العناوين الجذابة علشان الناس تقراه، ده اسم سهل وبسيط، و يعني انت بتروي التطورات الزمنية اللي بتمر بيها منطقة ما. فكاتب الجابوس مرة نقاشة عمل ليالي حميد، انا عملت ليالي قريش، ده بيسموه في اللغة الصحفية التنص.